ده بعدين بيكون يضحك انا فجاه فظيع يعني خوفني انا هذا فظيع تذكر شو كنت كارب الصياد يلا هذا تذكري كارلس ليان كارلس سميت كل واحد فيكم سميت سميتك اينشتاين وهو الصياد ليه بتكذبي انا وياك سميناه طيب انت انا طلعت لانه فرطت على المسرح يجي البر اول شيء يجي البر هيك مركب ايش هيك تمه هيك كثير عصبيه والله عصبيه كثير عصبيه وقت قتلت انت نادي لحالك قلت له انت مش حفوك زي هيك بتضل وين جابوه من اي كوكب لان بتذكري بس بلشوا يعزفوا خلص كارل مغنى دغري بعده جيلبير لقيت واحد مركب كانوا مركب طقم بس برا سنين اول يوم لا قتلت هنا قتلت هنا وحتى تحت اجره لا انت فجأة انت فجأة لا مش هيك غنيتها سمعنيها بالبحر على فكرة بتركيا سمعنيها اول يوم ما كانش عارف يحط المايك فين فجأة وكارل كان راح مدخل الستاند من تحت هنا كده وبقى يعزف كده بس صراحة كارل فجأة اول يوم صوته حلو قوي صوته كتير حلو انت ما كنت تشوفيه بس يخلص غنيه وبرج جيلبير سيري عمين قالي انا مش حاسه انا متاكد انه راح اقول انا كاتب لا لا فظيع كان حبيبي شو بكر بالنتائج والله فكرة جيلبر لما كان واقف جيلبر كان واقف كده على النتائج بصي بصي شفتي اكيد شفتي جيلبر لما كان واقف كده اداك بلانتي كده اداك بلانتي ها فاكره جيلبر كان واقف ازاي على النتائج يا ميما بس الحظ يا دادو الحظ وميما جيلبر كان عامل لك هيك مفكر حالك موهوب يعني الحظ هو اللي مخليك هون بس هيا جيلبر بس عم بسمعكم جيلبر فاكر فاكر لما كنت واقف بتعمل كده جنب 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 ايه اسمها ايه ريتا ريتا يعمل كده في ايفون كولز يعمل كده الله يلحقك يا شباب البنت صاير لها اليومين معلش معلش مجنونة عادي خليها ايه الحسن خلص خليها شو هو won the Burger King gift today انا جيلبرت واي فين فين لا مش جيفت هاي فين الجيفت دي بقى ما في دوروا نبشوا بكياسكم الله يلا على اخر الشغل ده يا شو لا هم يتنظم عن كميه الميه هاي جيفت ايه مسدس الميه ده جيفت جبت ايه معه جبت ايه بعينتين جبت ايه شفت بعينتين لانه والله هو بس بيتين اوكي ايوه يا عمر عملها عبد السلام انا حاطها بالثلاجه عشان كده باكر ايه ده عملها عبد السلام يلا ما ربحت التمس هاي ربحتها ايوه خير هذا التشالنج الطياره وانا راجع ان شاء الله خبير انا بقول لك مبروك يا عمر ما هون احنا حظنا امك وابوك تلاقيهم بي ثانك يو بي كي بينطوا ليه ابنهم تلعبك هذا تشليني بالطياره وانا وانت راجع بكره اشوف معاها في العاب والله لا في لعبه عم يوقع بس حبيت نظرتك عبد السلام تعدل كثير اشياء الله الجديد هذي جديد شوف جديد واو مبروك يا عبدو اسمع ليلى ده اسمع انا اخذته مش هديهولك اسمع المشكله اسمع انه مثلا لو فرضنا دبس ورا هيك انا عملت هيك وطلعت هيك وشفت يعمل بس هيك اه جراب عم وقت ما وقت مكتوب هم بس ساعة عم دورونيك هيك حبيبي ايه نصيب يوم كريمة كان جوه الجوانتي سارة عملت هيك انا عملت هيك وايرلس لا بصلي في ربع ساعة عم دور فيها المنطقة حبيبي يوم كريمة كان جوه الجوانتي وانا ماسك الجوانتي من فوق كده ماسكه كده وتقيل في ايدي وتقيل ورحت قايل لا مش هو
والمصحف ماسكه ماسك الجوانتي يا اخوانا. يعني لو كنت دست عليكم كنت لقيت العلبه، بس كان اول مره مش عارفين ان هي علبه. انت اكتر حاجه عملتها لما قالوا النظافه من الايمان، لما كان تحت اول جايزه كريمه، لما كان جوه الجوانتي بتاع اول واحده ثاني واحده اول واحده كده ماسك الجوانتي. وبعدين ياسمين كانت لازم تكون ياسمين. ياسمين ياسمين احنا قاعدين هنا فبنقرا لقيتها، قلت لها تعالي. ايه اللي لقيتها؟ السمكة هي كانت رايحة تقعد قصدك في مرجحة، طلع بتعمل كده عشان تقعد، لقيت البتاع لقيتها. لا ولا يوم سارة، يوم سارة ده دور سارة عندي سارة عملت هيك هيك سارة عملت هيك قام وقعت البيبسي طلعت من هيك. ولا أول مرة أول مرة طلع الصوت أنا عامل هيك أنا حدك تنزل ساعة دورة. ولا أول مرة سارة علبة مناديل كده وانا قاعد بتكلم. اتذكر هات لي يوم ايمن نفس انا ياسمين هنا وانا قاعدين بنتكلم حسام اللي غصني جدا. حسام حسام عدى طبعا العرق عمال يتساقط، راح مسك علبة المناديل 1 2 3 4 5 لقيتوها. لا راح حاطط العلبة والله انا وياسمين وحسام مسك العلبة رفعها 1 لقيتوها يا جدعان. لا يا حسام اطلع دور فوق. زهقت انا وياسمين بقالنا نص ساعه بنتكلم، قلت لها تعالي نطلع ندور في الروف. في نزلت ساره قلت لها ساره احنا دورنا تحت ما فيش حاجه، قالت لي اوكي. نزلت صرخت قلت ايه القرف اللي احنا فيه. لقيتيها فين يا ساره؟ في علبه المناديل. رحت مد ياس رحت ماسك انا اتخيل مضحك انا علبه مناديل. ايوه والله والله انا علبه انا علبه مناديل. قالت لي دي. رحت باصص لياسمين رحت رايح لحسام قلت له حسام انت خدت ايه من المناديل؟ قال لي خدت مناديل وماسكهم لازم تروين. يلا يلا بعرقك ماشي يا ابني. هنا ماين واز فاني ده اللي بالتليفون بوث. كم شخص فات على التليفون؟ التليفون ساعة ونص قاعد جوه التليفون. انا مثل القرد علقت فوق عم بتطلع هيك. رب العالمين يرسل جوز تكون قدامك وانت يا رب العالمين. ساعة ونص قاعد فاكرة نسمة لما كنت كل شوية.